يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن في مدرسة ثانوية عدد الطلاب 700 طالب والمصلى مزدحم ويحصل فيه ارتباك خاصة بين الكبار والصغار. السؤال: هل يجوز لنا من باب درء المفاسد أن نجعل كبار الطلاب يصلون في الدور العلوي بإمام مستقل والصغار يصلون في الدور الأرضي بإمام مستقل؟ الصغار يلعبون إذا فصلوا وصاروا وحدهم يلعبون، أما أنكم تجعلون إذا أمكن تجعلون مصلى واحد يسع الجميع هذا واجب، إذا ما أمكن واضطررتم إلى جعل مصليين فلا مانع، لكن لا يخصص هذا للصغار وذا للكبار. نعم. إنما الإمام هو اللي قاله أنه ما يصلي في مكان المحراب لأن لا يظن أحد أن الصلاة ما انتهت، الإمام هو اللي يغير المكان، أما غيره فلا مانع. نعم.